في الفيديو ده هنفعل الاعدادات المتقدمة على تطبيق سيت اديت لأي موبايل سامسونج. شوف الفيديو ده للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناة كوكب التكنولوجيا. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنشرح طريقة تفعيل الاعدادات المتقدمة على تطبيق سيت اديت، وده هيكون من خلال استخدام موبايل سامسونج. بس قبل ما نبدأ الشرح كنت حابب اقول لكم على حاجة مهمة جدا. عشان انتوا سبب نجاح كوكب التكنولوجيا حبيت ان انا ارد لكم جزء من الجميل ده. فلو انت صانع محتوى مبتدئ هعمل لك دعم في الفيديوهات بتاعتي مجانا. هسيب لك تفاصيل المسابقة في وصف الفيديو. فلو حبيت تشترك ابعت لي رابط القناة بتاعتك على التليجرام وانا هراجع القناة وبعد كده هكلمك، وان شاء الله هيكون معانا فايز في كل فيديو. واول قناة فازت معانا هي قناة The World of Technology TV، والقناة متخصصة في مراجعة الموبايلات وتحديثات السوفتوير. فلو انت مهتم بالنوع ده من المحتوى هسيب لك رابط القناة في وصف الفيديو. انزل اشترك فيها وفعل الجرس عشان ننجح كلنا مع بعض. ولو انت اول مرة تشوفنا انزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. اما لو انت مشترك في القناة انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو واكتب لي في التعليقات عاش عشان تشجعني ان استمر. لو فتحت تطبيق سيت اديت وحبيت انك تعدل الاوامر اللي موجوده جوه قائمه جلوبال تيبل او سكيور تيبل هيجيب لك الرساله دي، وفي الحاله دي هتكون محتاج انك تنفذ الخطوات اللي انا هشرحها لك دلوقتي عشان تقدر تعدل على القوائم دي. اول حاجه هنكون محتاجين ان احنا نفعل خيارات المطور. اول حاجه هتفتح الاعدادات او السيتنج وهتنزل لتحت خالص على اباوت فون او حول الهاتف. بعد كده هتفتح سوفت وير انفورميشن او معلومات النظام، وهتيجي على بيلد نمبر او رقم الاصدار هتدوس عليها 10 مرات لحد ما يكتب لك انت الان اصبحت مطورا. وبعدين هترجع على السيتنج وتنزل لتحت خالص هتلاقي ان اعدادات المطور ظهرت معاك. هتفتح اعدادات المطور وتروح على يو اس بي ديباجنج او تصحيح اخطاء اليو اس بي وتفعله. هتدوس على اوكي وبعدين تروح على وايرلس ديباجنج او تصحيح اخطاء اللاسلك. هتدوس على علامة الصح دي وبعدين السماع. بعد كده هتحمل الثلاث ملفات اللي موجودين في الرابط اللي في وصف الفيديو، اللي هم عبارة عن تطبيق سيت اديت وتطبيق LADB وملف اسمه كود. هتفتح الملف ده هتلاقي كود هتدوس عليه دوسة مطولة وبعدين نسخ، وتتأكد انك ثبتت تطبيق LADB وتطبيق سيت اديت. هتفتح تطبيق LADB كمالتي ويندو عشان هتفتح معاه اعدادات المطور، وهتفتح تصحيح اخطاء اللاسلكي وبعدين تروح على قم باقران الجهاز باستخدام رمز. ركز معايا كويس في الحته دي. دلوقتي انت ظاهر لك هنا رمز مكون من 6 ارقام. الرمز ده انت هتكتبه زي ما هو في المكان ده، وكاتب لك هنا IP وبعديه رمز مكون من 5 ارقام. فهتاخد اخر 5 ارقام من الرمز اللي موجود هنا وتكتبهم في المكان ده. بعد ما تتاكد انك كتبت الارقام بشكل مظبوط هتدوس على اوكي وبعدين هيبدا يحمل وبعدين يظهر لك الرساله دي. تم تفعيل ميزه تصحيح الاخطاء اللاسلكي. بعد كده هتدوس هنا دوسه مطوله وبعدين تدوس على لصق، وده الكود اللي خدناه نسخ في اول الفيديو من الملف التكست. بعد كده هتدوس على علامه الصح دي هتلاقي الكود اختفى. بعد كده هتخرج من وضع تقسيم الشاشه وتفتح برنامج سيت اديت، وبعدين هتدوس على السهم ده وتختار جلوبال تيبل. وطبعا من غير الخطوات اللي احنا عملناها دلوقتي مش هقدر اغير اي حاجه في الوضع ده. اما بعد تفعيل ميزه تصحيح اخطاء اللاسلكي ووضع الكود اللي احنا حطيناه من شويه هقدر ان انا اعدل اي حاجه في الوضع ده وكاني عامل روت بالظبط. وهقدر كمان استخدم تطبيق سيت اديت في كل الاعدادات المتقدمه اللي ما كنتش بقدر اوصل لها في الاول. فلو استفدت من الفيديو بتاع النهارده ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. اشكركم جدا لاستماعكم وبتمنى اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.